إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان حتى نتواجدوا بسوق طرانكات متابعينا الكرام. اليوم فبعض يعني الخضر فهو الثمن ديالها تراجع، ولكن بعض الخضر فهي يعني الثمن ديالها زاد طلع، خصوصا البصل والفلفل متابعينا الكرام، أو الفلفل اللي الثمن ديالو مازال غالي متابعينا الكرام. ونبداو بطبيعة الحال بأثمنة أسعار الخضر اللي الثمن ديالها نقص شوية. فالطماطم اليوم أصبح الثمن ديالها بأسواق مدينة تطوان بخمسة دراهم، بينما البطاطس فالثمن ديالها يعني وصل 8 دراهم، وإلى المتوقع أنه ينزل شوية هذا الثمن ديالو متابعينا الكرام. بالنسبة للشيفلور فالثمن ديالو 8 دراهم، بالنسبة للبروكلي فالثمن ديالو 20 دراهم، الجزر 6 دراهم، ولكن الأسعار اللي بقى ومازال غالية هو الفلفل اللي كان الثمن ديالو سابقا 25 درهم، خصوصا الفلفل اللي كبير فاليوم الثمن ديالو 20 درهم. وباقي الاثمنه ديال الفلفل يعني العادي اللي هو طويل الحمار وكذلك الخضر فهو الثمن ديالو كيتراوح ما بين 15 و 16 درهم. بالنسبه لهاد الطاطا البيضاء اللي هي مدينه مرتيل، فقليل اللي كيعرف بان مدينه مرتيل هي مدينه كانت فلاحيه وكانوا فيها بزاف ديال الحقول، وكانت مشهورة بالخضرة والفواكه، وكانت يعني يعني في الفترة ديال السبعينات فهي كانت كتغطي الحاجيات ديال أهل مدينة تطوان والنواحي من حيث الخضر والفواكه متابعينا الكرام. ولكن في ظل يعني التوسع العمراني اللي شهدته المدينة في مجموعة من يعني الأراضي الصالحة للزراعة فهي أصبحت إسمنتية متابعينا الكرام، ومع ذلك فكاين بعض الحقول اللي كتنتج هاد البطاطا، هاد النوع من البطاطس النوع الابيض متابعينا الكرام، فهي مشهوره على مدينه تطوان وكتلقى اقبال، وحتى الثمن ديالها يعني بالاقبال ديالها فهو مرتفع شويه، يعني كتسوى 10 درهم في الاسواق ديال مدينه تطوان والنواحي متابعينا الكرام، بحيث ان البطاطا الحمراء هذه فهي الثمن ديالها كيسوى 8 درهم، يعني البطاطا ديال مرتيل زايده 2 درهم في الاسواق. بالنسبه للبصله فالثمن ديالها 15 درهم، هذه اللي هي يبسة، يعني باقي الثمن ديالها مرتفع متابعينا الكرام. بالنسبة لهاد البصلة اللي هي جديدة فالثمن ديالها 10 درهم متابعينا الكرام. إذا اللي يمكن نقول واخا يعني كنعيشوا الأيام الأخيرة من رمضان المعظم، فالحركية عادية جدا هنايا بأسواق المدينة، وكأننا نعيش أيام عادية، ما كنعيشوش يعني العشرة الأواخر من رمضان المعظم متابعينا الكرام. وهذا الشيء راجع بالأساس إلى القدرة الشرائية المتهالكة ديال مجموعة من المواطنين اللي يعني باقي تبعهم مصاريف ديال كسوة العيد والحلوى ديال العيد، فأكيد فالناس الله يحسن العون أنهم كيفكروا، وكذلك يعني خصهم يشريوا الفروج ديال العيد باش يزينوا به المائدة ديوم العيد، وباقي المصاريف الأخرى متابعينا الكرام. اللي يمكن نقول بأن القدرة الشرائية ديال المواطنين فهي متهالكة ومتهالكة جدا، خصوصا في الأيام الأولى من هذا الشهر المعظم، ملي كانت الطماطم وصلت الثمن ديالها 14 و13 درهم والبطاطس 12 درهم، فهذا أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لمجموعة من المواطنين وباقي يعني التجار اللي كيبيعوا التقسيط. فهذا العام يعني ما كانش إقبال على التمر، ما كانش إقبال حتى على الشباكية، يعني من خلال مجموعة من المباشرات والروبورتاجات اللي درناها مع مجموعة من التجار اللي كتنتعش التجارة ديالهم يعني الموسمية خلال شهر رمضان، سواء الرغايف البريوات الشهيوات يعني التمار الشباكية السفوف وباقي الشهيوات اللي كتزين المائدة المغربية، فما كاينش ذاك الإقبال والرواج اللي كتشهدوا هاد المواد خلال شهر رمضان. وهذا راجع بالأساس كما كنا
كما كنقولوا دائما متابعينا الكرام، هو تهالك او تراجع القدره الشرائيه لمجموعه من المواطنين الى يعني مستوى يعني ناقص بزاف، وناقص بزاف متابعينا الكرام. فما يمكنش ان المواطن البسيط ذوي الدخل المحدود انه يمشي يعني متابعينا الكرام انه يعني انه تكون عنده 70 ولا 80 درهم ويمشي للسوق باش انه يتقضى ويجبر هذا الاثمنه اللي هي غاليه. فاكيد بانه غادي يبقى يفكر كيف غادي يدير باش انه يلبي جميع حاجيات ديال الاطفال ديالو. بالتالي اذا كان كيدي واحد الكيلوغرام من احدى الخضر فهو غادي يدي نصف كيلوغرام، وقيس على ذلك متابعينا الكرام. وهذا الشيء هذايا غادي ياثر بزاف على المبيعات داخل الاسواق اللي الان كتشهد. يعني كاين الناس يعني موجودين في السوق ولكن قليل اللي كيشري، فالاغلبيه ديال الناس هما غير كيسقسيو متابعينا الكرام، ومني يعني كيجبروا الاثمنه غاليه فهما كيمشيو بحالهم. وللاشاره فالخضر فهي كذلك الاثمنه ديالها اللي هي غاليه وغاليه بزاف متابعينا الكرام. فالدرويش الان يعني محرفه له مع البصله ومطيشه ومطيشه، يعني مع غير البصل ومطيشه والبطاطس، يعني شيء محزن اننا نشوفوا هذه الاسعار هذه الملتهبه اللي كتعرفها اسواق المملكه واللي ما بغاتش تهبط متابعينا الكرام. كما قلنا فالبصله اليوم الثمن ديالها 15 درهم باسواق الحمامه البيضاء متابعينا الكرام، يعني الثمن ديالها ما بغاش يهبط، حين ان الثمن ديال هذه البصله هذه اللي هو جديد فهو الثمن ديالو 10 درهم متابعينا الكرام. بالنسبه للفلفل فالثمن ديالو هذا اللي كان كيسوى 25 درهم فاليوم نزل واحد 5 درهم، يعني اليوم غير 20 درهم باسواق الحمامه البيضاء، ولكن مقارنه يعني باقي الثمن ديالو غالي وغالي بزاف. الفلفل انه يدير 20 درهم فيعني صراحه الفلفل الثمن ديالو غالي. بالنسبه لهذا الفلفل هذا اللي هو طويل فالثمن ديالو 15 درهم، يعني العادي بالنسبه للفلفل هذا الاحمر اللي هو طويل فالثمن ديالو 20 درهم متابعينا الكرام. يعني اليوم يمكن نقولوا باستثناء الطماطم والبطاطس اللي يمكن نقولوا بان الطماطم هي اللي الثمن ديالها يعني منخفض، النوع الممتاز كما كتشوفوا هذا الطماطم فهو كيسوى 5 درهم باسواق الحمامه البيضاء. طبيعه الحال كاين نوع اخر اللي يمكن يسوى غير 4 درهم و 3 درهم، ولكن هذا من النوع الممتاز يعني هذا راس السوق فهو كيسوى 5 درهم متابعينا الكرام. بالنسبه للبطاطس فهي كذلك يعني راس السوق فهي كتسوى 8 دراهم باستثناء البطاطا ديال مرسين اللي كتسوى 10 دراهم. طبيعه الحال فمدينه مرسين فهي كانت مدينه فلاحيه، فقليل الناس اللي كيجيو كيزوروا الشمال ما كيعرفوش بان مدينه مرسين هي كانت مدينه فلاحيه، وكانت يعني كتلبي الحاجيات ديال مجموعه ديال السكان بجهه الشمال، خصوصا مدينه تطوان والنواحي. وطبيعه الحال فضل التوسع العمراني فبزاف ديال الحقول وبزاف ديال الفلاحين اللي كانوا مدينه مرسين فتقلصت المساحه ديالهم، وبقاو يعني بعض الفلاحين اللي كينتجوا البطاطس على رؤوس الاصابع متابعينا الكرام. كما قلنا متابعي قناه شوف تي في اليوم يعني لازالت الاسعار ملتهبه باسواق الحمامه البيضاء. طبيعه الحال فهذا اثر بشكل كبير على القدره الشرائيه لمجموعه من المواطنين، فمع بدايه دخول شهر رمضان والاسعار كتعرف ارتفاع. وطبيعه الحال فحتى يعني ذاك الخضار البسيط او ذاك الفكاهاني اللي كيبيع يعني الخضر والفواكه بالتقسيط فما بقاش عليه ذاك الرواج اللي كتشهدوا يعني الاسواق ديال مدينه تطوان خلال موسم رمضان. فاليوم حنا كنعيشوا يعني اواخر شهر رمضان المعظم، ولكن مع ذلك فالسوق يعني يمكن نقولوا كاننا في ايام العاديه، يعني ما كاينش ذاك الرواج. احنا كنعرفوا بان يعني ملي كيكون الايام الاخيره فالاسواق كتشهد واحد الاقبال كبير من طرف المواطنين انهم كيجيو كيتقضاو باش الثلاث الايام ديال العيد انه تكون عندهم الخضره تكون عندهم الفواكه في المنزل ديالهم، لان مجموعه من المحلات التجاريه فيها هي كتكون مقفله خصوصا يوم العيد وثاني يوم العيد كتبدا الخدمه حتى رابع يوم العيد. وبالتالي فمجموعه ديال الاسر كتحاول انها تجي وتخرج وتسخر، ولكن ما كنشوفوش هذا الشيء. يعني الناس يعني يا خور كيدي غير نصف كيلوغرام، اما الفواكه ما نهضرش عليها، يعني قليل اللي كيسوقوا فيها متابعينا الكرام. وهذا راجع للاسعار الملتهبه اللي كتعرفها كذلك جميع انواع الفواكه متابعينا الكرام.
للمتتبع قناة شوف تيفي. كما قلنا فهنا في أسواق مدينة تطوان فلازالت الخضر يعني كتعرف واحد الارتفاع مهول متابعينا الكرام، والدرويش فهو قهراتو هذا الأسعار وما بقاش قدر أنه يوفر القفة للأطفال ديالو الصغار متابعينا الكرام، وهادشي هذا يأثر بشكل كبير على جميع القطاعات متابعينا الكرام. فإذا كان المواطن البسيط فالحاجة اللي هي أساسية واللي خصو يشريها هي الخضر واللحوم والسمك، هذه من الحاجات الأساسية. فإذا كان غادي يشري هذه وما غادي يبقى له والو فأكيد أنه ما غادي يشريش بزاف د الحاجات، ما غادي يشريش الفواكه، ما غادي يشريش اللحوم الحمراء، ما غادي يشريش الأسماك، ما غادي يشريش كذلك اللحوم البيضاء يعني الدجاج الحي وباقي الأنواع الأخرى، ما غادي يشري حوايج، ما غادي يشري بزاف ديال المسائل الأخرى، يعني غادي يبقى يفكر غير في الحاجة اللي هي ضرورية أما الكماليات فهي غادي ينساها متابعينا الكرام. بطبيعة الحال فهادشي هذايا غادي يأثر على باقي القطاعات متابعينا الكرام. كما قلنا هذا ارتفاع المهول في الأسعار فهو غادي يخلق مشاكل كبيرة وكبيرة داخل المجتمع، بداية من الأسرة اللي هي عماد المجتمع، فإذا ظهرت داخل المجموعة ديال الأسر المشاكل وأدت إلى الطلاق والتفرقة فأكيد بأن المجتمع غادي يتضرر متابعينا الكرام. كما قلنا فهذا ارتفاع هذه الأسعار فغادي يأثر على الأسرة وغادي يأثر على الناشئة، فكيف يعقل يعني الخلصه اللي عنده الاجره الشهريه ديالو يعني ما غادي تخليهش انه يقدر يشري ويوفر لولادو القوت اليومي، فاكيد هادشي غادي ينعكس على التغذيه وغادي تكون سوء التغذيه بالنسبه للمجموعه ديال الاطفال خصوصا في الاسر ذوي الدخل المحدود متابعينا الكرام، مما سيساهم لا محاله يعني في ظهور مجموعه من الامراض، وغادي يكون عندنا يعني مجتمع يعني ما غادي يكونش النمو ديالو طبيعي وما غاتكونش الصحه ديالو صحه طبيعيه متابعينا الكرام. اذا كما قلنا متابعي قناه شوف تيفي هذه الاثمنه ديال الخضر اللي كاينه في مجموعه من الاسواق ديال الحمامه البيضاء، وكما قلنا فباستثناء الطماطم اللي الثمن ديالها اليوم اللي هو 5 درهم والبطاطس اللي الثمن ديالها 8 درهم، فالجزر فهو عاود الارتفاع بعد ما كان غير 3 درهم و 3 درهم ونصف، اليوم الثمن ديالو 6 درهم متابعينا الكرام، بالنسبة للقرعات 7 درهم، بالنسبة لللفتة الثمن ديالو 8 درهم، بالنسبة للبروكلي فالثمن ديالو 20 درهم، بالنسبة للشيفلور فالثمن ديالو 8 درهم، بالنسبة للقوق فالثمن ديالو 8 درهم، بالنسبة لهاد الطماطم اللي هي رقيقة اللي كنقولوا نحنا سوليت هنا في الشمال فالثمن ديالها 10 درهم متابعينا الكرام، بالنسبة للبصلة هذه اللي هي جديدة فالثمن ديالها 10 درهم، بالنسبة للبصلة اللي هي يابسة فالثمن ديالها 15 درهم متابعينا الكرام. اللي يمكن نقول بأن القدرة الشرائية لمجموعة من المواطنين فهي تضرت، وخا حنا كنعيشوا يعني الأواخر ديال هذا الشهر الكريم شهر رمضان المعظم متابعينا الكرام، ولكن للأسف الشديد ما كاينش إقبال، ما كاينش رواج، ما كاينش يعني حتى ديك الرائحة بأننا مقبلين على عيد الفطر السعيد متابعينا الكرام. وكما قلنا فمجموعة من القطاعات فهي تضرت بواحد الشكل كبير وكبير جدا، حتى المحلات اللي كتبيع مستلزمات العيد او حلوه العيد او كعك العيد فهي يعني فيها فطور يعني ما كاينش ذاك الرواج اللي كنت كتشاهدوا سابقا. بالنسبه للناس اللي كتبيع الدجاج الحي فكذلك فهي كتعاني، بالنسبه للجزار فهم كيعاني، وبالنسبه للاسماك فاليوم يعني اسواق مدينه تطوان فالسمك فهو قليل وقليل جدا. انا زرت السوق المركزي بمدينه تطوان فالشطون داير 40 درهم متابعينا الكرام، ومجموعه من الانواع ديال الاسماك فهي ما كايناش متابعينا الكرام، ويعني من خلال دردشه ديالي بسيطه مع احد بائعي السمك فهو كاعي وساخط على الوضع، قال لي اخي من نبدا يعني ندخل هذا الشهر ديال رمضان شهر الرحمه والمغفره يعني الصندوق ديال الشطون فهو ما نزلش على 600 700 درهم متابعينا الكرام، وقال لي رجعنا كنحشموا اننا نقولوا الاثمنه للمواطنين وما تعجبناش الحال، خصوصا المواطنين فهو كيسالونا وكيحني راسو كيمشي فحالو يعني كيطقطق الراس ديالو، قال لك في واحد المشهد اللي هو حزين وحزين جدا متابعينا الكرام. ومجموعه ديال الناس اللي كتبيع الحسوم قال لك بغاو يبدلوا الحرفه لانهم كيشعروا بالعار وكيشعروا يعني برب اسره يعني مهزوم يعني ما قدرش انه يواكب، ما قدرش انه يوفر لقمه العيش للاطفال ديالو متابعينا الكرام. اذا كما قلنا متابعي قناه شوف تيفي نتمنوا ان شاء الله ان الاسعار ترجع كيف ما كانت
لان هذا الاسعار طبيعه الحال فهي واحد الشريحه اللي هي عريضه من المجتمع ذوي الدخل المحدود والطبقه الفقيره، الناس اللي هما مياومين واللي كيشتغلوا بواحد الاجره اللي هي هزيله، فاكيد بانهم غادي تبان داخل هذه الاسر مجموعه من المشاكل. متابعينا الكرام، نتمنوا ان شاء الله ان الاسعار ترجع كيف كانت متابعينا الكرام، وطبيعه الحال المواد اللي هي اساسيه واللي كيستهلكها المواطن البسيط وما خصهاش يعني الثمن ديالها يرتفع. هذا دون الحديث عن الفواكه اللي الان الدرويش يعني بقى كيشوف فيها كيشبع، يعني الدرويش ما بقاش قدر انه يشري الخضار. متابعينا الكرام، نظرا للثمن المهول اللي كتعرفوا، فباستثناء ثلاثه ديال الانواع ديال الفاكهه اللي يمكن نقولوا بان الثمن ديالهم شويه يعني ماشي في المتناول للناس، ولكن المهم يقدر يشري واحد نصف كيلوغرام منها، وهو الموز والتفاح وكذلك الفريسه. متابعينا الكرام، في حين ان باقي المواد الاخرى فالثمن ديالها مرتفع ومرتفع جدا. متابعينا الكرام، فاليوم البصله في اسواق مدينه تطوان فهي دايره 15 درهم، هذه يعني البصله اليابسه بالنسبه للبصله الخضراء فالثمن ديالها 10 دراهم، بالنسبه للفلفل هذا الحمار والصفر فالثمن ديالو 20 درهم. متابعينا الكرام، بالنسبه للفلفل اللي هو عادي فالثمن ديالو 15 درهم، وبالنسبه للفلفل هذا الحمار اللي هو طويل فالثمن ديالو 16 درهم. متابعينا الكرام، ديال مستشفى قناه شوف تيبي، نتمنوا ان شاء الله كما قلنا ان الاسعار تزيد تنخفض، وكذلك حتى يتمكن المواطن البسيط بانه يشري قفه مكموله لاولاده، وكذلك ان هذيك الاطفال الصغار انهم تكون عندهم تغذيه سليمه باش ينمو بواحد الشكل اللي هو طبيعي وسليم. متابعينا الكرام، اذا متابعينا الكرام الى هنا ننهي هذا البث المباشر، املين من الله عز وجل ان تتراجع هذه الاسعار مستقبلا.